التليفون ست اللواء جمال نور الدين طبعا محافظ كفر الشيخ. برحب بحضرتك بقى معانا في الاستوديو بعد رحله التاكسي. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا فندم، هي رحله كانت جميله. صحيح صحيح، جميله لينا والشرف لينا يا فندم. يعني كفر الشيخ كان فيه 2 صيادين هم اللي رجعوا لها من اهل كفر الشيخ، صح ولا اكتر؟ بالضبط، 2 صيادين من ال 32 كانوا تابعين لكفر الشيخ، واحد من بلطيم واحد من البرولوس. ايه الاجراءات اللي ممكن تحصل بقى عشان الناس ما تقعش في موقف، يعني ينزلوا ويسعوا رزقهم وما يقعوش في موقف على المستوى ده من الخطوره تاني؟ هو الحقيقه احنا بنعبر عن شكر كل مواطنين كفر الشيخ للسيد رئيس الجمهوريه والقيادات اللي اشتركت في عوده ابنائنا الصيادين، سواء الخارجيه، الهجره، القوات المسلحه. الحقيقه كل الاجهزه اعادت الاطمئنان والطمانينه لاهالي اللي كانوا محتجزين. هم ما ناموش الحقيقه، لان طبعا نزلوا من المطار طلعوا على دمياط. الحقيقه استضافتهم محافظه دمياط، احنا بعتنا لهم عربيه تاني يوم واستقبلناهم طبعا استقبال في قلب المحافظه، وما اصروا ان هم يعبروا عن شعورهم للسيد الرئيس وللدوله كلها، وكانت كل القيادات قاعده مستنياهم. فكان مشهد جميل، اهتمام الرئيس بالمواطنين مقدر جدا، والحقيقه الشعور واصل لكل المواطنين في كفر الشيخ. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، وحمد لله على سلامة الناس. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.